فيما يتعلق بمسألة تسييس الحج وتلك الدعاوى التي يعني تظهر بين الحين والآخر، خاصة في ظل الأزمة الموجودة ودعم قطر للمنظمات الإرهابية ويعني التحالف العربي الموجود. هذه المسألة مرفوضة تماما، لأن الحج يعني هو أحد أركان الإسلام ويعني رمز للوحدة ورمز للتضامن، وبالتالي فإن الله سبحانه وتعالى قيض يعني بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين. الكل يشهد بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية حفظها الله لأجل راحة المسلمين، والكل يشهد أيضا أن المملكة العربية السعودية تتعامل مع جميع المسلمين من جميع أنحاء العالم على سواء، يعني الخدمات لا تختص بفئة دون أخرى، ولا وعلى مر التاريخ لم نقرأ ولم نسمع أن المملكة العربية السعودية أدخلت العامل السياسي في مسألة الحج. ومن هنا فإننا نرفض مسألة تسييس الحج، وندعم بكل قوة في الأزهر الشريف وكل الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لخدمة المسلمين من جميع أنحاء العالم، ونؤكد أن مسألة تدويل أو تسييس الأماكن المقدسة الحرمين الشريفين مسألة مرفوضة. أي عملية استهداف أو أي محاولات لضرب الاستقرار ولتكدير السلم العام بشكل عام وخاصة في هذه الأماكن، هذه مرفوضة شرعا، ولا يمكن لمسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يقبل مثل هذه التصرفات التي تكدر الأمن العام وتهدد أمن واستقرار هذه البلاد أو أمن واستقرار حجاج بيت الله. تلك المحاولات البائسة اليائسة التي قامت بها جماعات الحوثيين من إطلاق صواريخ وتصدي يعني قوات الأمن المملكة العربية السعودية من خلال منصات الصواريخ لهذه الصواريخ التي استهدفت الحرمين الشريفين، نحن نؤكد على رفض الإسلام ورفض كل مسلم لتلك المحاولات التي تهدد أمن واستقرار تلك البقعة المباركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى مثابة للناس وأمناً.